أنا مخططة لكل حاجة. إزاي بس يا لولا؟ لا دي بقى مفاجأة. يا خوفي يا خوفي من مفاجآتك، لا تطلع مضروبة وتطير مننا السبوبة. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده أنا لولا وفي كل حاجة بطلع الأولى. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عمر ايه؟ حيط امي؟ اقعد مكانك، انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليك، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزة حبيبتي. ده خالك، تعالى ما اعرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي الصح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفني. احب اقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روح انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل في ايه؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله. اي خدمه هاني؟ هو الاستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الاستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصه. الرقاصه؟ ايوه ست لولا الرقاصه اللي ساكنه في الدور التاسع. بيتك يا عمر. في حاجة يا ست؟ لا أنا آسفة، متشكرة أوي. السلام عليكم. مع السلامة. والله ما تكسف إيدي. ماشي ماشي، ألف مبروك يا حسام. ربنا يبارك في عليك يا فندم، بركة في ربنا وفي سعادتك. ألف مبروك يا حسام بيه. متحرمش يا رجالة، عقبال عبدكم جميعا كده، نشوفكم مساعدين يا رب. او الناس تفضل محلك سر. انت هتبص لي في اللقمه معتز ولا ايه؟ ده اسلوب حسن غرضه النقه يا سياده المقدم. ولا ما تنساش ان انا قائد، يعني لا قدر الله الماموريه لو فاكست هتلاقيني ماسك صفاره طويله من بتوع اسماعيل ياسين زمان دول وماشي في الشارع. ها مين هناك؟ فالشر عليك يا حسن، والله انا فرحان من قلبي كاني اللي اترقيت بالظبط. ربنا ما يحرمنيش منك يا ميزو. ولا يحرمني منك يا حسن. لولاك العمليه دي كانت راحت في داهيه بجد، ربنا يخليك ليا. كل يا حامد، انت بتغز التورته ما تاكلها عيد. ده ايه يا راجل انت في ايه؟ دي طعم نافده مش شوكه. ما هو قولك؟